بعد اللي حصل مع المنتخب والنتائج بتاعت المنتخب، واحنا كلنا بدون استثناء جماهير واعلاميين ومحللين تحدثوا عن كواليتي اللاعب المصري، وكنا متوسمين خير في مباراه القمه انها تكون اثبات من اللاعب المصري انه لا انا لعيب كبير، انا لعيب مميز، انا لاعب الاهلي والزمالك دول افضل لاعبين في مصر، فهنعمل مباراه كبيره. النهارده حسيت بده؟ لا خالص، بالعكس، هي مباراه كشفت كل عيوب اللاعب الكره المصريه، بين قوسين كده اللاعب شرط الكره المصريه، كشفت كل العيوب. تذبذب في المستوى داخل 90 دقيقه، عشوائيه في الاداء، عدم التزام تكتيكي، عدم تقدير لقيمه المباراه، وفي لعيبه بالاسم لازم تقول اسمها، اولهم احمد عبد القادر. لا ده بجد والله، فعلا المدرب نفسه، بس احنا مظلمينه يعني، لا المدرب نفسه، المدرب المصري نفسه. كلنا دلوقتي اتكلمنا على ان في اربعه لعيبه شباب، يا جماعه هم مش شباب، 22 سنه، بس مين عنده الجرأه انه يديهم في ماتش اهلي وزمالك غير مدرب اجنبي؟ بس عشان الناس بس تقول انتوا ليه مدرب اجنبي وليه راجل اجنبي؟ راجل اجنبي لانه بمنتهى البساطه بينزل المباراه قاطع ودانه عن اي فيدباك من بره. اللي انا شايفه صح هعمله. مين يخش ماتش اهلي وزمالك بقايمه فيها ست لعيبه شباب، يلعب منهم اربعه، منهم واحد اساسي؟ سوري عمر، مين يطلع عزيز وبن شرقي وينزل وينزل يوسف اسامه نبيه وينزل سيف جعفر ويطلع عزيز وبن شرقي اللي هم اصلا فرقه زمالك في اخر 20 ماتش؟ الناحيه الثانيه كوكا بره القايمه، كوكا بره القايمه، كريم فؤاد كان ممكن يبقى اساسي النهارده، ممكن احمد عبد القادر في الملعب لاخر دقيقه. ليس انتقاصا من كابتن سامي امصار، انا في البدايه قلت الكره المصريه بالكامل عندنا مشاكل كتير. مباراه مثيره، مباراه مثيره، حلوه ده، هوب هنا هوب هنا، بس هو هنا حلوه هنا وهنا، مش عشان في تاكتكس بيحصل، عشان الكره بتتقطع كتير وبتيجي كتير، ففي مساحات كتير وده غير مقبول في الكره اصلا، يبقى في كم المساحات دي. فبالتالي لا، انا اللاعب المصري ما ردش، واللاعب المصري محتاج انه يعيد حساباته. اللعيبه الشباب هم اوريدي في العالم كله، ده مش سن شباب، 22 سنه مواليد 2000، ده مش شاب. امبابي راح تقريبا باريس سان جيرمان، مين ده؟ واكتر واحد من اكتر اللعيبه الموهوبه في العالم دلوقتي اللي عليها كلام جابي بتاع برشلونه 17 سنه، مواليد 2004 يا عم غالبا. فيعني كريم ميدو اول مره كابتن جوهري شارك 16 سنه، واحمد فتحي، واحمد فتحي لعب مع كابتن جوهري 17 سنه، كان بيلعب ثلاث منتخبات وهو 16 17 سنه. محمد صلاح لعب مقاولين عنده 16 سنه، اي اسم هتلاقيه بدا بدري هتلاقيه فلته. فاحنا لعيب شاب، وكابتن اسامه سامي قمصان شاب، كابتن اسامه قمصان ربنا يوفقه كل 46 سنه. فاحنا عندنا مشاكل كتير جدا. الكوره المباراه النهارده كانت كاشفه ليها بصراحه. لازم. واقول نقطه اخيره عشان ابقى قلت كل رؤيتي في القصه دي بامانه، تلاحم المواسم بيقضي على اللعيب، على الباقيه منهم. يعني هم قد يكون الكواليتي 5 من 10، بس مع التوالي الذهني والبدني والفني اكيد هينزل 2 و3 من 10.